أنا كمان عتليني هم، بس في إشياء فينا نعملها تنوفر مي. مثلاً بدل ما نشطف درج البناية أو الطريق قدام البيت، فينا نستعمل مكنسة وممسحة مع سطل مي واحد للتنظيف، هيك منوفر مي كتير. ما تهدر المي، حدد مصروفك. مؤسسة مياه البقاع. جديد من هوا تشيكن، هانجر برجر مع علبة بطاطا وبيبسي ب 8500 ليرة. هوا تشيكن دائما الأفضل. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان. العناوين: صباح الخير، أضحى مبارك وقبلان في خطبة العيد. نؤكد ضرورة حسم موضوع الحكومة لتأمين مصالح الناس. تنك في السياسة وذهبية في الرماية، برافو ري باسيل. ميدالية ذهبية حقنها. وألا موسى: أنا ري باسيل وحدنا، يعني ولا كوش ولا حدان، وقدرنا حقنا الميدالية الذهبية. الإحراج بدأ متى الإخراج، وهل الحريري غير مرغوب فيه سوريا؟ تسمم عشرات اللبنانيين في ميديغوريا، إرجاء العودة، لكن الوضع لا يدعو إلى القلق. كيف سترد موسكو على العقوبات الأمريكية؟ وملف تربوي في النشرة بتوقيع جوزيفين أبي غصن. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. العطلة في يومها الثاني، أضحى مبارك والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. أما المصلين هذا الصباح في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وجاءت رسالته إلى السياسيين بوجوب إزالة العراقيل أمام تأليف الحكومة. نؤكد ضرورة حسم موضوع الحكومة لتأمين مصالح الناس وإنقاذ البلد، لأن تجربة الطرابيش ولعبة الإملاءات والمصالح الشخصية ظهرت هذا البلد مستنقعاً غارقاً بالنفايات والعتمة والسمسرة والصفقات. عطلة الأضحى مضافة إلى عطلة آب السياسية مضافة إلى المواقف المتشنجة، كل هذا يساوي حرق كل مراكب تأليف الواحد بعد الآخر، ما يطرح التساؤلات التالية: أولاً، هل أصبح الرئيس المكلف سعد الحريري شخصاً غير مرغوب فيه في السراي لدى المحور الذي يرى نفسه منتصراً من خلال النظام السوري؟ ثانياً، هل يخدم هذا الموقف أجندة رئيس الجمهورية أم يعاكسها؟ وما سيكون موقف بعبدة، حماية للحريري أم تسهيلاً لإبعاده؟ ثالثاً، هل يلوى زراع الرئيس المكلف بسهولة أم يعاند بصلابة، مدعوماً من الشارع السني ودار الفتوى ومن قمة مفترضة لرؤساء الحكومات السابقين، كما حصل منذ فترة لدى التعرض لصلاحيات التأليف؟ رابعاً، هل يذهب السيناريو إلى حد تحميل الرئيس المكلف مسؤولية خراب البلد بفعل عجزه عن التأليف، فيكون الحل بإحراجه لإخراجه والسير بحكومة أكثرية؟ وفي الحالة الأخيرة، من سيكون حامل مفاتيح الحكومة وثلثها المعطل، رئيس الجمهورية أم الثنائي الشعبي؟ أسئلة كثيرة ولا جواب، بانتظار دخول مهلة التأليف شهرها الرابع. لكن البداية من مكان آخر، ليس من التنك الذي يلف السياسة، بل من الميدالية الذهبية في الرياضة. لبنان بشخص الزوج المختلط ري باسيل وألا موسى أحرز الميدالية الذهبية في الرماية في الألعاب الأسيوية 18 التي تستضيفها إندونيسيا، دون إمكانات ودون تخصيص مدرب يدير شؤون اللعبة وتقنياتها. اليوم إنجازين للبنان بالرماية، واحدة برونزية حققتها بالتراب سينجل وومن، وميدالية ذهبية حققناها أنا وألا موسى، فبعتبر هذا إنجاز كان كتير مهم لألنا للبنان.
وتقدم الثنائي اللبناني في المرحلة النهائية على الصين تايبي والصين والكويت وكوريا الجنوبية والهند. كانت منافسة كتير قوية يعني، وهالشي كان واضح يعني، كلهم منتخبات جاهزة ومنتخبات كتير قوية، ومع كل الدعم الموجود لإلهم مع الكوتشية، نحن كبلد صغير يعني، وأنا وريد بصير وحدنا يعني، ولا كوتش ولا حدا، وقدرنا نحقق الميدالية الذهبية. ومبروك للبنان. وهذه هي الميدالية الرابعة للبنان في الدورة بعد فضية المصارعة الحرة لدومينيك أبو نادر وبرونزيتي التايكواندو لليتيسيا عون والرماية لري باسيل، وبهذا يكون لبنان قد رفع عدد ميدالياته الذهبية في دورة الألعاب الأسيوية إلى 5، بينها ذهبية الوثب العالي لجان كلود رباط في الدوحة عام 2006. في السياسة، شكل اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالرئيس السوري بشار الأسد علامة فارقة في مسار الأمور، خاصة لجهة توقيت الاتصال في فترة تعثر تأليف الحكومة. مصادر مطلعة على موقف رئيس عون أكدت أن اتصاله بالرئيس السوري كان للبحث في قضية النازحين السوريين وضيعة إياه في خانة العلاقات الطبيعية بين البلدين، ورفضت المصادر ربط الموضوع بأي إحراج للرئيس المكلف سعد الحريري، مشيرة في تصريح للشرق الأوسط إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع. في المقابل، انتقدت مصادر في تيار المستقبل اتصال عون الأسد، معتبرة أن هناك محاولة من البعض لتدعيم موقفه في الحكومة كما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقا من أن موضوع النازحين لم يعد في يد النظام السوري وبات يدار من قبل روسيا. وسألت: لو كان للرئيس الأسد دور في هذا الإطار، لماذا لم يلتقي الوزير جبران باسيل بل فضل الذهاب إلى موسكو؟ الكهرباء. لبنان في المركز 134 من أصل 137 دولة في العالم تناولها مؤشر التنافسية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي. النائب ياسين جابر سأل لماذا رفض وزير الطاقة ومن وراءه عرض شركة سيمنز الألمانية. ميركل أتت إلى لبنان وأجا معها رئيس مجلس إدارة سيمنز. هيدي الشركة ركبت في مصر 14500 ميجا وات كهرباء بظرف سنتين، باعوا الميجا وات ب 600,000، يعني بقت 60% مما بدهم يبيعوا يشتروه بلبنان. الوزير سيزار أبي خليل اعتبر أن فريقه السياسي كان الأكثر حراكا في مشروع بناء معامل الكهرباء. مين بده يزيد علينا نحن ببناء المعامل؟ نحن بنينا معملين من 2010 لليوم، معمل جديد بالزوق ومعمل جديد بالجية، وأطلقنا معمل دير عمار 2. تعرض عدد من اللبنانيين الذين كانوا في رحلة حج إلى ميديغوريه للتسمم وقد شعروا بالغثيان منذ وصولهم إلى المطار ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات ومنع السفر عنهم. وفي اتصال لصوت لبنان من أحد أعضاء الوفد، أفدنا بأنه تم تأجيل رحلة العودة إلى لبنان لمدة 36 ساعة بانتظار جلاء حالة المرضى وتأكد من عدم وجود حالات مرضية أخرى. العام الدراسي على وشك البداية، هل يبدأ طبيعيا أم شارعيا؟ هل السلسلة فجرت ألغاما أم هي قلوب مليانة بين المدارس والمعلمين؟ تقرير جوزفين أبي غصن. قبل شهر من انطلاق العام الدراسي الجديد، ينوء القطاع تحت ضغوط متعددة الأبعاد ناتجة بغالبيتها عن السلسلة ومفاعيلها. ماذا يقول رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية سيادة المطران حنا رحمي حول المشكلة؟ فهل ما زالت قائمة؟ نحن عم نقول في مشكلة الست درجات هاي انعملت بالدولة للفئة الأولى، وقالوا انه هن عم بيعطوا لحالهم 6 درجات تيميزوا حالهم في الاولى الثانيه الثالثه وما بعرف. هيدي بكلمه وحده شطبوه وقالوا ينطبق هذا القانون على التعليم الخاص. نحن اكيدين انه هيدا منا طبيعي هاي الزوده، لانه نحن عطينا 11 درجه سابقا وعطينا غلا معيشه 200,000. المطرح مش عن نرفض، نقول اذا هودي دفعناهم لح نذكر مدارسنا والأساتذة تطلع بالباقة، تطلع على بيوتها تقعد بالشارع. إذا فعلا الأساتذة بدهم يضربوا يضربوا تجاه الدولة اللبنانية اللي هي شرعت له ويعلموا وقت الدوام، وهذا نصيحتي لهم. وهذه المحاكم وما محاكم هاي لغة واعية، لأنه القانون ما رح يحمي. صحيح في قانون، صدر قانون، بس ما بدهم يجبروا تطبيقه.
وين أريد التطبيع للدولة حقيقة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يتمنى بداية عام طبيعية، ولكن الإضراب يبقى حق بعد عام على عدم تطبيق القانون 46. الإضراب بيبقى حق قانوني لنا، ورح نستعمله بحال ما صار في تحرك إن كان من السلطة السياسية الجديدة كمجلس نواب أو كلجنة تربية نيابية أو كحكومة إن الله راد بعد تشكيلها، لحتى لنرجع كمان نفرض التطبيق، خاصة بعد المجازر اللي صارت والصرف بأعداد كبيرة اللي صارت. ما بقى في حجة ولا عذر للمدرسة تقول إنه أنا ما بدي طبق قانون صادر ونافذ. هناك مدارس طبقت القانون، يعني هل الإضراب رح يكون مقسم مدارس بتأضرب ومدارس ما بتأضرب؟ المدارس اللي طبقت ما عندنا أي مشكلة معها، بالعكس بتشكرها وطبقت القانون، وبالتالي رح تتحيّد مثل ما صار للسنة الماضية. المدارس اللي مجدولة الدرجات متفقة مع الهيئة التعليمية اللي أنا عندها وهذا اللي دعيناه له كمان رح تتحيّد، رح نقول بشكل علني يعني انه هيدول المدارس عاملة واجباتها، وبالتالي لا ليش بدنا ان نعطل التعليم فيها. رئيس لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ريشار مرعب كرر عدم قدرة الاهالي على الدفع. نحن بالنسبة لنا نحن الاهل احنا ما عنا قدرة على الحل ابدا، نحن على الدفع يعني صراحة الاساتذة عندهم قانون ومحق، والمدارس بتقول انه هي منا قادرة ويمكن محقة في مدارس في منا قادرة، بس نحن منطالب هون الدولة تاخد كمان هي وزارة التربية تلعب الدور اللي مفروض تلعبه مظبوط، وتفتح الموازنات طبعا المدارس بتقرر إذا المدارس قادرة تدفع ولا مش قادرة تدفع، إذا الأساتذة بيقدروا ياخذوا حقهم ولا لا، ما يبرموا صوب الأهل ولا يطلعوا صوب الأهل، لأنه نحن أنت تعرف يعني السنة الوضع اقتصادي بعد ضاغط أكثر من السنة الماضية، ونحن ما قادرين ما في عنا قدرة أهالي على التحمل، في كتير بعض أهالي لا أقساط من السنة الماضية منها سكرتها، يعني كيف السنة بعد تدفع وتتحمل زودات ما بعرف، احنا ما عنا قدرة على الدفع أبدا كأهالي. بين لجان الأهل والمعلمين والمدارس معلمون لا يريدون التنازل عن حقوقهم، أهل لا يريدون الدفع، مدارس تعاني من العجز إذا طبقت القانون، فماذا سيكون رد الدولة وأي عام دراسي ينتظرنا؟ ماذا يخفي الأول من أيلول بعد هذا الفاصل؟ كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان، الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية، داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. Twitter at صوت لبنان. اللبنانيون يتزوجون في الخارج، هل هو هروب من كلفة الأعراس المنتفخة في لبنان أم من الضغوط الاجتماعية والطائفية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيئة ومداخلات لمدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم ولمنظمي الأعراس في لبنان والخارج وشهادات ترفع الصوت عاليا، الأربعاء بعد نشرة أخبار 8:15 صباحا مع نوال ليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. حدد رئيس الجمهورية الأول من أيلول المقبل موعدا لاتخاذ موقف من الحكومة. في الأول من أيلول نتكلم، عبارة رددها رئيس عون من دون إعطاء أي تحديد لما يقصده بالكلام، هل هو إنذار للتأليف؟ هل هو توجه إلى مجلس النواب لعرض واقع التأليف الذي يدخل شهره الرابع من دون نتيجة؟ كيف فسر النائب ألا عون كلام رئيس الجمهورية في حديثه للإم تي في؟ واضح أنه المهلة هي مهلة تعاطي سياسي مختلف لرئيس الجمهورية مع عملية التأليف عما كان عليه قبل، بهيدي المراوحة اللي ماشيين فيها إذا ما نعمل صدمة سياسية معينة هذه المراوحة قابلة للاستمرار، يعني اللي عايشينه اليوم ممكن بعد نعيشه بأيلول، ممكن نعيشه بتشرين، ممكن نعيشه بتشرين. الإشارة اللي عم يعطيها الجمهورية إنه أنا بالمرحلة الجاية في إعادة نظر بتعاطيه مع كل هذا الموضوع، أنا لا يمكن أن أستمر بالحالة اللي كنت ماشي فيها لحديت هلأ. النطرة وكلنا ناطرين حتى يطلع دخان أبيض من محل ما عم يطلع شيء، لا في مشكلة.
وهل كلام الرئيس عون هو برسم الرئيس المكلف سعد الحريري؟ ما بدي حمل كل شيء رئيس حريري، بس عمليا هو يدير عملية التأليف. أنا بتمنى أنه رئيس حريري يطلع يقول مين عم بعرقل حتى نخلص. مع الوقت عم يتكون عنا انطباع أنه عم تخرج الحكومة من إيدين الداخل، عم تتحول إلى عملية اشتباك خارجي. النائب جورج عدوان اعتبر أن كلام الرئيس عون عن الأول من أيلول مؤشر للتأليف بعد فشل المناورات التي اتهم بها عدوان التيار الوطني الحر. كل يوم عم يمرق الخاسر الأكبر أو عم يدفع ثمنه هو العهد، وبالتالي أي مناورة لتضخيم حصة التيار صارت هي عم تأثر على حكومة العهد الأولى. الوزير مروان حميدي أكد لصحيفة الحياة أن تأليف الحكومة لا يزال متوقفاً عند شروط متجددة للتيار الوطني الحر الذي يسعى إلى تشكيل حكومة باسلية بحسب حميدي، أي حكومة أكثرية مقنعة للتطبيع مع النظام السوري والخروج من النائب النفس وإدخال لبنان عملياً ورسمياً في معسكر الممانعة، أي في المحور السوري الإيراني، محذرا من أن الأمور عند هذا الحد غير قابلة للحل وتصريف الأعمال مرشح للاستمرار حتى إشعار آخر. ورأى حميدي أنه إذا بقيت الشروط كما هي الآن فإن نفق التأليف قد يطول إلى ما بعد تشرين، ما يعرض لبنان إلى أخطار جمع. أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات روسية على خلفية اتهامات بالتجسس الإلكتروني، وقالت شركة مايكروسوفت إن متسللين إلكترونيين على صلة بالحكومة الروسية حاولوا استهداف مواقع إلكترونية لمعهدين بحثيين أمريكيين، مشيرة إلى أنهم يوسعون هجماتهم قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل. في الموازات، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية، وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الحظر الأمريكي على صادرات الأجهزة الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج سيؤثر على بعض قطاعات التكنولوجيا العالية بما فيها القطاع العسكري، لكن ليس بصورة خطرة، لافتة إلى أن الحكومة وضعت تدابير وقائية للتعويض عن آثار الحظر. قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة بيت إيل المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية. توازيا، لفت وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى أن التوصل إلى أي تسوية أو تهدئة على الحدود مع قطاع غزة سيكون مشروطا باتفاق حيال مصير الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. أوقفت البحرين تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، مؤكدة في بيان لوزارة داخليتها أن القرار جاء نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضدها. أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة سنة على كل مواطن ذكرا كان أم أنثى يتراوح عمره بين 19 و 25 سنة. وإلى الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع الإنجاز اللبناني الكبير يلي تم تسجيله ببطولة الألعاب الآسيوية وتحديدا برياضة الرماية مع الثنائي آلان موسى وري باسيل يلي حققوا المركز الأول وبالتالي الميدالية الذهبية للبنان بهذه المسابقة أمام عمالقة آسيا وتحديدا الفريق الصيني. وبالتالي فينا نقول إنه هذه النتيجة رح بتكون توطئة ومقدمة للفوز بالميدالية الذهبية بالألعاب الأولمبية المقبلية اللي رح بتصير باليابان، خاصة إنه الثنائي باسيل وموسى واعد وقادر يعمل نتائج ممتازة، إشارة لأن موسى كان أحرز من وقت قليل أيضا الميدالية الذهبية ببطولة العرب أمام الفريق الكويتي اللي يعتبر بطل العالم بهذه الرياضة، وري باسيل أحرزت الميدالية البرونزية ببطولة الألعاب الآسيوية. منتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا مع أخبار التنس ودورة وينسون سالم. عند رجال، انتصارات لمدفيديف على دومينار، مونار على روبليف، بريتيني على باساشفيلي، كوتكيتش، جونسون وكارباليس بالإضافة إلى تشونغ وإدموند، إشارة لأن هذه البطولة هي آخر دورة قبل اليو اس أوبن. مع السيدات وبدورة كونكتيكت، انتصارات لكونتافيت، بنتشيتش ونافارو. بالختام رح نكون مع تصفيات الشامبيونز ليج الأخيرة عند المستوى الأوروبي،
بوريسوف يخسر على أرضه أمام أندوفن 2-3، تعادل بين بنفيكا وباوك تسالونيكي 1-1، وزفزا بتعادل على أرضه مع سالزبورغ 0-0. إلى صفحة الأحوال الجوية. جو صيفي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات. كان في النشرة أضحى مبارك وقبلان في خطبة العيد: نؤكد ضرورة حسم موضوع الحكومة لتأمين مصالح الناس. تنك في السياسة وذهبية في الرماية، برافو ري بسي، ميدالية ذهبية حقناها. وألا موسى: أنا أريد يصير وحدنا يعني، ولا كوش ولا حدان، وقدرنا حقنا الميدالية الذهبية. الإحراج بدأ، متى الإخراج؟ وهل الحريري غير مرغوب فيه سوريا؟ تسمم عشرات اللبنانيين في ميديغوريا، إرجاء العودة، لكن الوضع لا يدعو إلى القلق. كيف سترد موسكو على العقوبات الأمريكية؟ وكان في النشرة ملف تربوي بتوقيع جوزيفين أبي غصن. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.